السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين مزيان، تكون اموركم هانيه يا ربي. الا بغيتي تغير حياتك الافضل، خاص يكون عندك واحد الروتين اللي غتبقى ملتزم به. وباش تبدا النهار ديالك خاصك تبداه بواحد الطريقه اللي صحيحه، حيت الا تحكمتي في الصباح ديالك غتقدر تحكم في النهار ديالك. وخاصك تمتلك الصباح ديالك باش تقدر تمتلك النهار ديالك. خاصك دون هاد الشيء في الروتين ديالك، واللي غيكون الاساس ديالو هو الصباح، حيت الصباح اكثر اهميه من داكشي كامل اللي غدير في الروتين ديالك. وديما غير تفيق، حاول انك تعطي راسك واحد 5 دقائق من الطاقه الايجابيه. غتقول لي كيفاش هالطاقه الايجابيه وفي 5 دقائق؟ انا غنقول لك كيفاش. الطاقه الايجابيه ديما كتجي من التفكير الايجابي، واللي كيكون عن طريق التحدث مع النفس، اي انك كتكون كتحدد الامور والاهداف اللي باغي توصل ليهم بواحد الطريقه اللي ايجابيه. وخمسة دقائق في كل صباح يمكن ليها تغير النهار ديالك كامل. ويلا تغير النهار ديالك بشكل كامل بالافكار الايجابيه واللي غتكون منظمه بطبيعه الحال، غيمكن ليك تغير حياتك بمره. وبمجرد ما تنوض قدم الشكر لله سبحانه وتعالى انه اعطاك واحد الفرصه اخرى في هذه الحياه، وقدم ليه الشكر على اي حاجه راها عندك. وموراها نوض وبدا طبق داكشي اللي غتكون كتبتيه في الروتين ديالك واحد الليله قبل. ودير في بالك بلي الطريقه اللي غتبدا بها الصباح ديالك هي الطريقه اللي غتبقى بها النهار كامل، بغض النظر على اي حاجه خايبه غتوقع لك داك النهار، وبغض النظر على التحديات والصعوبات اللي غتواجههم. على داكشي كون مستعد للتحديات اللي غتواجهه في النهار ديالك او في حياتك بصفه عامه، وكون مستعد بواحد الروح اللي ما غاديش تقبل الكسر، وكون مستعد بواحد العقليه اللي ايجابيه، وما تخليش الصعوبات يخليوك تستسلم او لا تسمح في داكشي اللي بديتي عليه النهار ديالك. بالعكس، خليك على ديك الخطط اللي كنتي مخطط ليهم. والناس اللي ناجحين عندهم العزيمه وعندهم حتى الوجهه، يعني كيكونوا عارفين الوجهه ديالهم، كيكونوا عارفين الطريق اللي غيشدوا. على داكشي كينجحوا في الوصول لداكشي اللي كيكونوا كيخططوا ليه. وهذا ما كان. السلام عليكم.